مرت عمي ما أكلتش يدوقي هالمنزلة. مالي مشتهية شي أبدا. شو رأيك ناخذ الضغط قدرية خانم؟ ما في لزوم ضغطي مطالع، أنا متضايقة كتير مشان ملك. وليش ما بتطالعي من الغرفة؟ هالشي معنو إنساني أبدا. صحي مو حرام هيك تحبسوها؟ آه يا بنتي آه، أنا كيف بدي أشكيلكن الهم اللي بقلبي. لا تتدخلوا بهالقصة، وبالذات أنتي لا تتدخلي أبدا. ليش هالكلام؟ قليلي شو المقصود؟ لأنه ما بيطلع لك. لأنه أنت عصبية زيادة وما بتقدري تسكتي. دقتي الكبة المقلية؟ مرت عمك أمينة بتعملها كتير طيبة. قومي وقعدي واشكري الله أنك بنت لأمك. لو نارين كانت أمك كانت عملتك مثل الموميا، ما هيك نارين؟ شوفي شو صار؟ والله حكيت هيك مشان لطف جو. ليش مستغربين؟ انتو كنتوا متقاسمين نفس الزلمة، مو أبو ابنك وأبو ولادها واحد؟ تسنيم انتي شو عم تخبصي؟ عادي ولا يهمك قدرية خانم، هي بالواقع عم تقول الحقيقة. إذا نحن التنتين تقبلنا الواقع بيكون أفضل إلنا وللولاد. إيه مرت عمي أنا هيك عم بقصد بالأصل. هالتمثيل تبعكم صار واضح. التمثيل تبعنا؟ الأوسكار قليل على تمثيلك. أنت شو عم تقولي تسنيم؟ شو هاد الأوسكار؟ كأنك عم تقولي شي مو منيح؟ ماما بتسمحيني نام عند تاتا اليوم؟ طبعاً بسمح لك يا روحي. دخيله ما أطيبه. يلا خلينا نطلع ننام، من يومين وأنا محروم النوم. يلا تصبحوا على خير كلياتكم. وأنتي من أهل الخير. ماما ما بدنا نعمل شي مشان عمتي ملاك. شو منقدر نعمل يا بنتي؟ خلينا نتصل بالشرطة ونخبرهم. ايه ماما، مو هي أكبر من ال 18 عندها الحرية الكاملة. أنا مثلكم زعلانة على وضعها، بس برأيي إذا ما تدخلنا أفضل بيكون. أصلاً الصبح أنا وعدنان تخانقنا مرة تانية. ليش هيك؟ عدنان قوم القيامة ليعرف مين عطى الموبايل لملك، والظاهر مرته تسنيم رمت التهمة علي. ما تقتل هالست. عدنان عيط عليكي مثل العادة. هالشي معروف، واحد مريض نفسياً. على كل إن أنا عندي إلكن أخبار منيحة. لا تكوني دبرتي شغل؟ يعني هو هيك تقريباً، رح أسس لمشروع مهم. شلون يعني؟ شو هالمشروع؟ بدي بيع الفستق اللي عنا بالأرض، والورد الأسود رح أزرعه بعدين. حلو كتير يلي عم تحكي، ونحنا منساعدك كمان. إيه رح تساعدوني طبعا. ما يا بلا حكي فاضي، كيف بدنا نساعدها يعني؟ أنت وين والشغل بالأرض وين يا ماما؟ برأيي لا تتأملي على الفاضي. هذا مو حكي فاضي، غيري تعلم وأنا كمان بدوري رح أتعلم ورح ورجيكن الشغل. من هلأ أنا بهنيكي وبقلك مبروك. شكرا مايا. تصبحي على خير. ماما تصبحي على خير. وأنتو بخير. عايدة؟ ابقي انتي بدياكي شوي. بشو؟ انا تعودت كتير انك تنام جنبي. اه جيب لك تخت لعندي. اهلا وسهلا فيكم. مرت عمي لا تواخذيني، ما قدرت امسك عاصم، معند بده ينام جنبك وجنب جواد. يا روحي عاصم تعال جنبي، تعال يا قلبي تعال. هذا التخت كيف بده يسعكن ما بعرف. ليكو كبير كتير بيسعنا كلنا. تعال شوف. أوبا. ايه عودهم شلعشة حاطك. يلا تعال انت نام جنب ابن عمك عاصم. عاصم انت مع جواد وستك حبيبي؟ جواد تقبريه تقبر قلبي ما احلاك. عاصم ارتحت من نومي؟ ارتحت. الله يخليكي، خلي شوي عندك وبعدين بجي باخده انا.